المعقد يلي بخلي الفنان يحسن او يصحح شيء يمكن هو عم بيقوم في غلط، غير انه النقد بس لمجرد الشكل او الطريقه يلي هو يمكن عم يلبس فيها او اليوم الترند اللي هي دارجه للاسف. زينة، في كثير ناس بتزقف وللاسف في بعض الصحفيين بيزقفوا. انا بعتبر انه شغله الصحافه انه يضل محافظ على موضوعيته للاخر كرمال ما يفيد مصالحه الشخصيه على حساب الفن يلي عم يحكي عنه. سنة، انت شخصيتك تشبه شخصية رنا؟ الى حد معين اكيد، خاصة بالاحترافية. يعني اليوم ما بقبل الغلط، ما بقبل الشواذ، قول الاشياء مثل ما هي، مفوت بالشخصي. يعني انا اليوم دائما، وهذا الشيء كثير بنسال عنه وقت كنا عم نحكي عن البرامج الصباحية الإذاعية، انا اليوم بنتقد مذيعة، وصارت قبل بمرة انتقدت مذيعة، انتقد برنامجها، طلعت ثاني نهار حكيت عني بالشخصي انه قد ما زعلت. انا ما حكيت عنك، حكيت عن برنامجك. أنا ما بحكي عن الشخصي ولا مرة وما لي علاقة أبداً. وفي ناس كتير أصحاب أنا وياهم بالحياة، بس على الهوى مش مقبول إنه يكونوا موجودين. بس أنت حتى عن حياتك الشخصية ما بتحكي، تفاصيل طلاقك، حرمالك من أولادك. بحكي القصص يلي بتهم الناس، في قصص إنه ما بتهم العالم، لشو بدي أقولها؟ يعني منعبي هوى على قصص لا بتقدم ولا بتأخر. إذا أنا بحكي مع هالشخص او شو صار بيني وبينه، انه ما سنة فكرتي شي مره ترجعي تتزوجي؟ يعني اسم الله عليك، شكلك حلو، كثير فهمانه، بتحبي كثير حلو. انا بحب لفيدو كوب، بحب الزواج، وهالمؤسسه حلوه. يعني بحب انه اعيش انا وانسان بحبه. طب شو مواصفات رجل احلامك؟ مواصفات لا نعرضه، موجود هلا؟ موجود، موجود. اول شيء خلينا نسال. لا مش موجود بعد، مش موجود، مش موجود. يعني بحب حدا يحبني مثل ما انا، يحب سنة ابي سعد مش سنة نصر. هيدا هو اللوتو بالنسبه لإلي. هيدا هو اللوتو. هيدا الربح يعني الحقيقي. مثل ما كل العالم حدا يكون عنده. رنا، رح نعرض لك صور اربع فنانين، بدك تختاري واحد منهم، تطلعي بالكاميرا وتنتقدي. وصلنا للاحراج يعني. اللي عملته ما بيقطع بفقره ان ان اوت. اوكي رنا، عنا انغام، تامر حسني، سيرين عبد النور. رح اختار انغام مع احترامي لصوتها الكبير ولمشوارها الكبير، بس انا بعتبر الاستئثار بلقب صوت مصر، بعتبر هذا اللقب هو اكبر من اي صوت. يعني صوت مصر انا بالنسبه لي هي اصوات مصر، يعني انغام وشيرين ومي فاروق وامل ماهر، صوت واحد. كل الاصوات الرائعه، وحتى الجيل اللي قبل، ام كلثوم وعبد الحليم، ما فينا نقول هيدا صوت مصر. نعم، يعني هي اليوم عم تدعي انه هي صوت مصر مش عم تدعي الوحيد يعني. بس اليوم في مناكفات كثير على السوشيال ميديا بين شيرين وبين انغام، وكل حدا بيقول انا صوت مصر. اثنيناتهم بنفتخر فيهم وبنعتز فيهم، واصوات رائعه، ولكن انا بعتبر اللقب اكبر من صوت واحد. اهلا وسهلا فيكي رنا، وانت